ترسم على الفيلة؟ كم أحب هذا الرسم، رسم الفيلة الضخمة. هل تعرف أيها الرسام أن الفيل يتميز بالذاكرة القوية؟ فهو يستطيع تذكر الأشياء والأماكن لسنوات عديدة. وهل تعرف بماذا يستفيد من ذاكرته هذه؟ لا تعرف؟ أنا سأقول لك. يستفيد الفيل من ذاكرته تلك بالوصول إلى موارد المياه في فترات الجفاف التي قد تمتد لسنوات طويلة في إفريقيا. أعجبتك هذه المعلومة صحيح؟ Bye.